السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مامة ملك من قناة عالم لوك. النهاردة هعمل معاكم صينية الرز المعمر. هعملها ازاي؟ بجيب أول حاجة الصينية اللي أنا هشتغل فيها أو اللي أنا حابة أشتغل فيه. الصينية ديت بعايرها بعشر كوبايات رز. الصينية ديت بتاخد معايا عشر كوبايات رز، كوبايات من العادية دي اللي هي مجات الشاي، فدولت معايرهم عشر كوبايات رز. بجيب عليهم 2 كيلو لبن، وبجيب عليهم كوبايتين مية سخنة. يبقى زي ما انا قلت كده تاني، عيار العشر كوبايات رز بحط عليهم كوبايتين مية دافية واتنين كيلو لبن. طب لو انا حابة اقسم هقسم من كل حاجة، يعني لو الصينية اصغر من دي وخدت 5 كوبايات رز يبقى احط عليهم ايه؟ كيلو لبن وكوباية مية دافية بس. قبل ما ابدأ في اي حاجة احب اعرفكم ان الرز ده لاما بتجيبيه من عند العطار بيبقى نضيف وبيبقى متنقي طبعا فبتغسليه على طول، لكن لو انت بتخزيني رز والرز بتاعك بلدي فبتحتاجي طبعا انت بتنقيه الاول وبعد كده بتقوم جايه غسلاه ونقعاه شويه لان هو بياخد سوى زياده عن الرز التاني. اول حاجه هعملها هقوم انقي الرز وبعد كده هغسله وانقعه هنا وهرجع لكم تاني. وبعد ما نقيت الرز وغسلته ونقعته لمدة ساعة، عملت ايه؟ سخنت اللبن وشغلت كمان الفرن البوتاجاز. فرن البوتاجاز قدته في الشواية وقدت كمان الفرن من تحت. طبعا اللي هي عندها لإما تقيد الفرن بس لإما الشواية تعمل ايه؟ تقيد الفرن الأول وتسخنه قوي وبعد كده تقوم جاية طافية من تحت وقايدة الشواية وحاطة الرز ورفعاه لفوق على الشبكه من فوق بحيث ان هو ياخد وش الاول وبعد كده تقوم جايه منزلاه من تحت، لانه لو هو نشف وما خدش وش ولا احمر يبقى مش هيحمر خالص حتى لو انت قلتيله الشوايه. يبقى اهم حاجه عندنا بتنقي الرز وبتغسليه وبتنقعيه لمده ساعه، ولما تيجي تصفيه تقوم جايه قايده الفرن شبكه وتقيدي كمان من تحت. وطبعا سخنت اللبن، صفيت الرز وحطيته في الصينيه زي ما انتم شايفين كده، وجبت معايا معلقه ونص ملح بحطهم كده وبقلب الصينيه كلها. احنا ولا بنحب الرز ملحه كتير ولا ملحه قليل، وبقلبه كده. وبعد كده هنزل باللبن خلاص قلبنا الرز. بعمل ايه بقى؟ بجيب كوبايتين ميه كمان سخنه او دافيه كده وده بقى كده عيار الرز في الصينيه. خلي بالكم يا جماعه انا دايما بشتغل في فرن البوتاجاز عندي، فرن البوتاجاز عندي طبعا ما بيبقاش حامي زي الفرن اللي هو الغاز. الفرن الغاز ما بياخدش حاجة، 5 دقايق بتقيديه من فوق ومن تحت بيبقى ما شاء الله بيبقى سخن ومولع، لكن فرن البوتاجاز بتقيديه قبل ما تصفي الرز وقبل ما تحط له اللبن بحوالي ربع ساعة. وطبعا زي ما انا قلت لكم بتقيدوا شواية وتقيدوا الفرن وتحطوا الرز من تحت على الصاجة من تحت. تعالوا معايا هوريكم في فرن البوتاجاز هحطه ازاي. البوتاجاز وبدأ يحمر وطبعا قايداله الشوايه، قايده فوق زي ما انتم شايفين كده وقايده من تحت. شوفوا بدا يحمر ازاي شويه وهتلاقي برده عمل وش واحمر كله. طبعا لما يحمر كله هفصل الشوايه، ولو هو لسه ما نشفش هصبر عليه شويه، وقت ما ينشف هوطي عليه، وبعد ما اوطي عليه هوريكم التكه اللي بعد كده هعمل في الرز ايه. وادي الرز المعمر بدا يحمر بس لسه ما شربش اللبن، لسه فيه لبن، فهستنى لغايه ما ينشف ويعمل وش كمان ونبدا نطفي الشوايه ونطفي ونوطي كمان من تحت ونشوف بعد كده هنعمل ايه. الرز المعمر اهوت معايا نشف وكمان عمل وش،
كده هبدأ أطفي الشواية وأوطي الفرن من تحت، وهقول لكم التكة اللي بعد كده هي ايه. بعد كده جبت طاسة وحطيت فيها 3 معالق سمنة بلدي، وحطيت عليهم كمان شوية زيت، وقيت عليهم البوتاجاز، ولما يسخنوا هطفي عليهم وهطلع الرز الرز المعمر وهوريكم هحط عليه ازاي. طلعت الرز اهوت بعد ما شرب اللبن منه ووشه حمار. هعمل ايه؟ هجيب سكينه زي دي كده على بال ما السمنه والزيت يسخنهم، وهعمل كده بخش كده ببوز السكينه وارفع الوسطانيه واطلع تاني، واخش وارفع الوسطانيه واطلع تاني، وهكذا اهو برفع الوسطانيه لانها دايما بتبقى الوسطانيه ناشفه، ما بيبقاش الرز فيها مستوي. كده اتاكدت ان رفعت الوسطانيه، هبدا بقى اعمل ايه. خلاص السمنه ساحت والزيت هجيبه كده وافضيه كده على الرز كله. السمنه البلدي بتبقى جميله 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 في قلب الرز المعمر بصراحه يا جماعه. ولو عندك قشطه وما عندكيش سمنه بلدي برضو تنفع، بس القشطه طبعا هتقلبها في الرز في الاول. وبعد كده انا وطيت طبعا الرز وطفيت الشوايه، هحطه في الفرن وهجيب غطا وهبل الغطا ميه وهغطيه. ليه بقى هبل الغطا ميه؟ علشان الغطا لو حطيته على الرز كده الوش ده هيلزق في قلب الغطا، لان حالا الرز كله هيشرب من السمنه والزيت، السمنه والزيت هينزلوا تحت في قلب الرز، مش هيفضلوا على الوش زي ما انتوا شايفينه كده. طبعا هبل الغطا واقوم جايه مغطياه بيه وحطاه جوه وعلى نار هاديه ويستوي براحته، وبعد ما يستوي ان شاء الله هفرجكم عليه. فتحت الفرن، عملت ايه بقى؟ انا عندي لما عملت قبل كده الرز المعمر وحطيته على الصاجه من تحت لما نشف لقيته اتلسع، ولقيت نص الرز معايا اتهدر. يعني ايه؟ الرز لزق في قلب الصينيه من تحت، وطبعا كده بتهدر من صينيه الرز بتاعتك. طبعا انت بتبقي مكلفاها لبن، فحرام لما تبقي تخسري منها كميه من الرز. بعمل ايه بقى؟ بقوم جايه حاطه الشبكه على اول رف زي ما انتوا شايفين كده، وحاطه الصينيه، وطبعا انا غطيت بالغطا زي ما انا قلت لكم. وافتكروا قبل ما تغطي بالغطا لازم تكوني ايه؟ حاطه عليه ميه، يعني بليه ميه. وبعد ما يستوي هوريلكم وهو خارج من الفرن. بعد ما خلص يا جماعه شوفوا ما شاء الله جميل ومستوي اهو، هدوقه بقى معاكم وهقول لكم رايي. جميل، بسم الله ما شاء الله. يا ريت تجربوه كلكم في بيتكم، ولو عجبتكم فكره الرز المعمر النهارده بكل تكاتها وبكل حركاتها يا ريت ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتحطوا لي لايك كبير، واحلى كومنت منكم. مع السلامه.